من ديما كنسمعوا بالأساطير اليابانية وبقصة المرعبة القديمة اللي قدرت تجذب بزاف الكتاب والمخرجين، وخرجوا مسلسلات وأفلام مقتبسة منهم واللي حققت نجاحات باهرة عالميا. اليوم غنهضروا على قصة يابانية قديمة بقات متوارثة ما بين اليابانيين، قصة شيومي وشيزاكي شبح الشجرة. قبل ما نبداو ما تنسوش تشتركوا في القناة، وأهم حاجة أنكم تفعلوا الجرس باش فيما ننزل شي قصة محتاج نقولها لكم توصلوا بها نتوما الأولين. كنت حطيت المقدمة تاع هاد القصة في مقاطع قصيرة في التيك توك، فباش تندمجوا أكثر غنعاود نسرد لكم المقدمة من الأول ونكمل، حيت كاين اللي غيكون أول مرة غيسمع القصة. شيومي بنت يابانية، والديها غيموتوا في حادث سيارة وغيدوها العائلة ديالهم دار لرعاية الأيتام، حيت واحد ما كان باغي يرعاها. فاش غتمشي لدار الأيتام غتلقى بزاف البنات اللي قدها في العمر واللي كانوا ديما كيتنمروا عليها وكرهوها في حياتها. وفي داك الميتم كانت واحد الشجرة اللي كلشي كيخاف يقرب ليها، ما كان حتى واحد كيدور جهتها، حيت يقولوا انها مسكونة بروح شي بنت اللي انتحرت تما الاسباب غنعرفوها من بعد. واحد النهار غتكون شيومي ناسا، جو البنات وغيشدوش ما ويحطوها حدا شعرها وغيحرقوا ليها نص شعرها، من بعد غيهزوا سطل تاع الماء ويكبوا عليها وغيجلسوا يضحكوا. غتنوض شيومي مروعة وغتبكي وغتجري وما كاين اللي مسوق ليها، هي تتغوت وهما جالسين كيضحكوا كيكبوا عليها في الماء. وفي داك الليل غتخرج ما غتعقل على راسها حتى غتلقى راسها في الزعلولة اللي حدا ديك الشجرة، ديك الشجرة اللي مسكونة. غيديها الناس ديك الزعلولة وما غتعقل على راسها تسمع شي صوت كيعيط ليها، غتقفز وغتبدا تدور في عينيها باش تشوف شكون كيعيط ليها، ما غتلقى حتى شي واحد. بحال داك الصوت جاي من لا شيء، من الفراغ. غتقول نعم شكون كيعيط ليا؟ غتسمع صوت جاي من الشجرة، صوت بنت اللي تقد تكون قدها في العمر. تقول ليها انا شيزاكي ما تخافيش مني. شيومي غتكون ميتة بالخلعة، تقول ليها شكون انتي وفين كاينه؟ غتقول ليها شيزاكي انا بنت بحالك ولكن انا ميتة، روحي كاينه في هاد الشجرة. غتنوض شيومي مرعوبة وغتبغي تهرب ولكن غتوقفها وغتقول ليها ما تخافيش مني، انا ما غاديش نأذيك، انتي انا ماشي شريرة ولكن كنقلب على الانتقام، انا بغيت ننتقم من كاع البنات اللي كاينين لداخل ومن شي معلمات كاينين تما، انا عارفة بكل شيء، انا عارفة اش داروا لك، خصني المساعدة تاعك باش نقدروا ننتقموا منهم. شيومي غتسمع كلشي وغتقول لها كيفاش غادي نديروا ليها؟ غتقول ليها انهم خصهم يتقاسموا الجسد ديالها، اي شي زاكي تدخل مع شيومي لنفس الجسد. غترفض وغتقول ليها انا ما بغيت ننتقم حتى واحد، كنتسنيت لي هذا العام وغادي نهرب من هنا. وغترجع تجري تدخل للميتم. باش غتدخل شيومي للميتم تلقى كلشي كيشوف فيها وشي بنات كانوا كيضحكوا، غادي تجاهلهم وغتمشي للخزانه تاعها باش تبدل باش تمشي للمدرسه. باش غتحلها غتلقى كامل حوايجها مقطعين ومكبوب عليهم الطين. غتجي وحده فيها غتقول ليها باقي ما شتي والو، غتطلع فيها شيومي عينيها اللي كانوا عامرين حقد وغتقول ليها انتم اللي باقي ما شتي والو، ابتداء من هذه الليله غتشوفوا شكون شيومي. غيجي الليل غتسنى شيومي تينسوا البنات كلهم وغتنوض غتسلت بشويه، غتفتح الباب اللي كيطلع على برا وغتخرج تمشي عند شيزاكي الشجره. فاش غتقرب غتبدا تخاف وغتبغي ترجع، ولكن غتفكر اش مدوزين عليها البنات وغتكمل الطريق. غتوصل وغتجلس فوق ديك الزعلوله وغتعيط لشيزاكي حتى غتسمع هاردات، غتقول ليها انا موافقه باش نعاونك باش تنتقموا منهم. غتجاوبها شيزاكي وغتقول ليها كنت عارفك غترجعي لعندي. شيومي غتقول ليها ولكن انا خايفه من هاد القضيه تاع اننا نكونوا في نفس الجسم. غتقول لها شيزاكي ما عندك مناش تخافي، بمجرد ما غنتقم انا غنرجع نرقد في قبري بسلام وانت غتكملي حياتك عادي. غتقتنع شيومي وغتبدا شيزاكي تشرح ليها كل شيء وكيفاش غيديروا الانتقال، وان الانتقام غيتم في الليل تاع الغد ليه. غتقول لها تمشي عند كاهن وغتنعت ليها فنجة وهو غيعلمها على كل شيء. بالفعل غيصبح الصباح وغتغيب شيومي على المدرسة وغدير سبب انها محطمة نفسيا بداك الشيء اللي وقع. غتخلي تا كل شيء يمشي وغتمشي للبلاصة اللي فيها الكاهن واللي نعتتها ليها شيزاكي. فاش غتوصل غتلقاه جالس بوحدو كيدير شي طقوس، ما غتعرف منين تبدا ولكن غتسجل وغتعاود ليه كل شيء وغتقول ليه بلي محتاجين المساعدة تاعو. تسنى هالكاهن تتسالي وغتحل لحظة صمت، من بعد غيكسر داك الصمت وغيقول ليها واش انتي متأكدة من هادشي اللي باغا ديري؟ حيت فاش غيتم الانتقال شيزاكي هي اللي غيكون عندها الحق تختار واش هي اللي غتبقى في هاد الجسد ولا انتي، واش انتي عندك هاد الثقة في البنت اللي بغيتي تشاركيها الجسد تاعك؟ بلا ما تفكر شيومي غتقولي اه، حيت عيني هذيك الساعه كانوا شاعلين بالحقد، الحاجه الوحيده اللي كانت كتفكر فيها هي الانتقام، وغتقولي بلي قابله وبلي بغات الانتقال. بالفعل
غتفاهم مع الكاهن وغيتافقوا على الليل. غيوصل الليل وغيجي الكاهن غيحدد داكشي اللي غيحتاجو من شموع واوراق الشجر وشويه مشرشيومي وما الى ذلك. غيحط ليمون على الشجره وغيقول للشيومي فاش غيتحول لون هاد الليمونه من البرتقالي للكحل، ديك الساعه غيكون اكتمل الانتقال وغتكون شي زاكي قادره انها تحكم في الجسد تاعك. وغيعاود يسولها واش نتي متاكده من هادشي اللي بغات ديري، غتقول ليه اه انا متاكده، وغيبدا اللون تاع الليمونه يتبدل تدريجيا. غتولي الليمونه كحله كلها وتما غيكون تم الانتقال، وجسد شيومي غتشاركو مع شيزاكي. في الاول غيحسب الم في جهه القلب، كل كان غيقول لهم باللي غيمشي مع الوقت وغيحضرهم انهم غينفصلوا فاش غيسالي العام، ووحده فيهم غتموت ووحده غتعيش حياتها من بعد. غيمشي الكاهن وشيومي وشيزاكي غيرجعوا للميتة. غتقول شيومي لشيزاكي انها باغا تنعس، ولكن شيزاكي كان عندها راي اخر. غتقول ليها غنبداو نردو الصرف من دابا. غيتسلل للطواليط وغيهزو هذاك باش كيغسلوا البنات شعرهم وغيكبوه وغيديروا في بلاصتو ما ممسخ، واللي كان في ديك الوقيته بيقولوا باللي كيدير القمل، وغيحطوه بلاص داك المسحوق وغيردو كلشي لبلاصتو. غيكونوا فرحانين بزاف باول انجاز غيديروه، ولكن هذيك كانت غير مسحه بالنسبه لشيزاكي. اما الانتقام هو اللي غيجي من بعد. غيمشيو ينعسو ما غيفيقوش بكري، ما غيفيقوش تيحسو بالمعلمه او المربيه اللي كانت معاهم هزاها من شعرها وكضرب فيها بعنف. في ديك الوقيته روح شيزاكي هي اللي غتفيق وهي اللي غتحس بديك الدق، اما شيومي فغتكون باقي ناعسه. غتنوض شيزاكي وهي في قمه العصب تاعها، غتحيد ليها يديها بواحد الشد لدرجه ان الاطراس تاع يديها غيتصوروا في بلاصه دراعها وغيولي لونهم زرق. من بعد اتشد مقص كان حداها وغتصفيها ليها. غتهزها شيزاكي وغديها لواحد البير وغادي تلوحها. وفي هاد الاثناء شيومي مفراسها والو، هي ما فيقاش. غتخلص شيزاكي من كاع الادله وغتمحي كامل الاثار. من بعد غتبدا تعيط فراسها لشيومي حتى غتفيق. فاش غتفيق غيلبسو حوايجهم وغيمشيو للمدرسه وغيبداو يديروا مقالب ويضحكوا على الناس ويخاصموهم. مهم بزاف الحوايج اللي كانت بالنسبه لشيومي انتقام، ولكن بالنسبه لشيزاكي غير ترفيه وصافي. غيرجعوا البنات للميتة وغيكون الظلام طاع. غتكون صداقة شيومي وشيزاكي قوات بزاف. شيومي عزت عليها شيزاكي وشيزاكي عزت عليها شيومي. غتقرر شيزاكي ما تخبي على شيومي والو وغتقول لها كل شيء على هذيك المربية. في الاول شيومي غتعصب، ولكن غتقطعها شيزاكي وغتعاود لها كل شيء. غتقول لها بلي شيزاكي كانت بنت زوينة في كل شيء، حتى في قرايتها كانوا كل شيء كيغير منها، داك الشيء علاش ديما كانوا كيتنمروا عليها وخصوصا ديك المربية. كنت انا وبنتها في مسابقة الجمال، دايرينها منظمة عندها علاقة بالدراسة وغياخدوا فلوس اللي ربح. فباش تربح بنتها سخنت الماء طاب كبتو ليها على وجهها من الفوق حتى لتحت ومبقاتش قادرة تخرج بيهم او تلبس داك الفستان اللي كانت غتمشي به. غتعاود شيزاكي لشيومي كلشي وغتقول ليها هادشي علاش بغيت ننتقم. شيومي غتقطع ليها شيزاكي في قلبها حيت مسكينة ما عاشت والو في حياتها. غتقول شيومي لشيزاكي غنساو حنا هاد الانتقام، خلينا نعيشو هاد العام اللي حنا مع بعضياتنا ونستمتعو ونعيشو داكشي اللي ما عشناهش في حياتك. بالفعل داكشي اللي غيوقع، والبنات غادي يهربوا من الميتم وحياتهم غتولي كلها مغامرات وغتقوى صداقتهم اكثر. غيسافروا لبزاف البلايص وغيديروا بزاف الحوايج مع بعضياتهم، وغيجي داك النهار اللي غيسالي فيه العام وشيزاكي هي اللي غادي تختار. شيومي غتكون محطمة حيت ما بغاش تخسر شيزاكي، ما بقاتش كتخيل حياتها بلا بيها. وغتقول شيزاكي غنموتو بجوج. في الاول شيزاكي ما تقبلش وغتحاول تقنعها باللي تعيش حياتها وباللي هي وفي الاجل تاعها، اما شيومي باقي قدامها الحياه، ولكن شيومي ما غتقبلش. وبالفعل غيجي الوقت وشيزاكي ما غاديش تختار وغيوقع خلل وغادي يموتوا بجوج. بقات هاد القصة متوارثة ما بين اليابانيين أبا عن جد، شي كيحكي هادشي توصلت لينا. وهنا كتكون سالات القصة. ما كنظنش أن بزاف غيكونوا صبروا ووصلوا حتى لهنا، ولكن لو وصلتوا حتى لهنا حطوا هاد الإيموجي باش نحسبكم، وما تنساوش تشتركوا في القناة. تنور القصة الجاية. I love you.